السلام عليكم اعزائي طلبة الصف الثالث الاعدادي النهارده محافظة جديدة من محافظات الفصل الدراسي الاول وعشرين محافظة الاليوبية هتلاقيها في اي كتاب معاك ما تنساش اسيب لك اسئلة في المحافظة ياريت تحلها في التعليقات ما تنساش تكتب اسمك ومحافظتك اي سؤال عندك مشكلة فيه ياريت تكتبلي عمر wants to buy a عمر عايز يشتري تيشيرت هالو كان اي هل يمكنني مساعدتك فعمر هيرد يقول له ايه طبعا هيقول له ياس هو عايز ايه عمر هو قال لي فوق اهو عايز تيشيرت عشان كده لازم اقرا المقدمه دي يبقى انا هقول له اي want to buy a t-shirt i want to buy a t-shirt طب انا مش عايز اقول i want to buy a t-shirt عايز اقول له i would like i would like انا اود to buy a t-shirt نقط قال له I would like to buy a blue one أنا عايزه بلو يبقى ما لون ما اللون يعني إيه بقى What color ممكن اكتبها من غير يو كده على طول هنا في فعل مساعد would أستخدمه would وأدي الـ I بيحول إلى يو وأدي كلمة لايك like. قال له what's about this one خد شوف ده كده قال له نقط where can I try it on هيقول له اوكي okay. حسنا أو it looks nice يو كان try it on this dressing room. هنا عندك غرفه تغيير الايه الملابس راح ساله سؤال قال له اتس 150 باوند لما حد يقول لي 150 جنيه انا قلت له ايه هاو ماتش از ات يعني هاو ماتش از ات كم سعره اني ثينج هل انت عايز حاجه تانية؟ هيقول له طبعا نو no. ثانكس لا طبعا شكرا بعد كده عندي reading comprehension mountains يعني جبال capital يعني عاصمة old يعني قديم country يعني بلد pyramids أهرامات oldest الأقدم طالما جايب oldest و old يبقى نختار منهم واحد Egypt is a in North Africa on the Mediterranean Sea على البحر الأبيض المتوسط يبقى مصر دي country and it's a home هي موطن To one of the civilizations, طالما في ذا أقول ايه؟ the old ولا the oldest, the oldest تفضيل أقدم الحضارات on earth على كوكب الأرض. Mimphis was the first knot of Egypt. Mimphis ديت كانت أول ايه؟ أول عاصمة لمصر and the famous religious and trade center. Egypt has a long history which goes back for pain written words. The stories of the gods. قصص الالهه اور ذا نوت ويتش هاف ميت ذا カルشر واللي قاعده الثقافه فيموس مشهوره يبقى اور ذا طبعا الايه الاثار بتاعتها اللي هي اور ذا مونيومنتس اللي هي الاثار هو هنا طبعا جايب هنا الجبال خلاص هنا مش جايب مونيومنتس فانا ممكن اقول ذا بيراميدز ولو كان جايب مونيومنتس كنا خدنا مونيومنتس اثار اونلاين شوبينج از ا فورم of الكترونيك كوميرس تجارة إلكترونية which allows والله يعني يسمح الـ customers اللي هي الزبائن to directly buy goods يشتروا بضاعة or service خدمات from a seller over the internet using a web browser استخدام محرك البحث or a mobile app customers find a product of interest by visiting the website يزوروا الموقع of the seller directly or by searching among many of them أو ما بين هذه المنتجات using a shopping search engine محرك البحث which display الذي يعرض the same products availability يشوفها متوفرة ولا لا and the pricing وتقييم الأسعار at different e-sellers customers الزباين can shop online using a range of different computers كمبيوترات مختلفة and device واجهزة including تشمل desktop computers كمبيوترات desktop laptops, tablet computers and smartphones. online stores usually ال online stores عادة enable shoppers بتمكن المتسوقين to use search features ميزة البحث to find specific models brands or items أجهزة أو حاجات براندات اللي هي الأصلية يعني أو نماذج ليها online customers الزبائن اللي بيشتروا من على النت must have Access لازم يكون عليهم حق الدخول to the internet and a valid method وطريقة متاحة of payment للدفع in order to pay such as a credit card debit card أو بطاقة مدين or such uh, or service such as paypal أو طريقة دفع زي اسمها paypal ده اللي بتساعد طريقة فوري كده online shopping can be done anytime ممكن يتعامل في أي وقت but you need to be careful لازم تبقى careful where you shop from هتتسوق منين buy from trusted sources مصادر موثوق فيها and they make sure وتأكد ان انت يريد users reviews ان انت بتقرا reviews of both the seller للبائع and the product والايه والمنتج اول نقطة هنا عندي بيقول لي customers الزباين can click on بيضغطوا على button to find the specific models brands or items موجودة زي ما هي click on share ولا search ولا save ولا dislike هيضغطوا على search The underlined word them refers to زي ما تشير لي مين كاستمرز زباين كمبيوترز برودكت سيلرز طبعا اللي هم الايه اللي هو البائع The best title of the best أفضل عنوان online shopping buying and selling البيع والشراء ways of payment computer applications طبعا online shopping التسوق عبر اللي, الانترنت What is the advice the writer mentioned mentioned يعني ذكرها when buying online النصيحة اللي ذكرها الكاتب عند التسوق ايه عبر الانترنت هو قال لك ان انت buy from trusted sources ان انت تشتري buy from trusted sources تجيب من مصادر موثوق فيها ايه تاني make sure you read the users reviews their reviews you need to be careful where you shop from والمحل اللي انت ايه هتتسوق منه What which device can customers use to shop online ايه الاجهزة اللي احنا ممكن نتسوق بها عبر الانترنت يعني ممكن نستخدم ايه علشان نتسوق طبعا ممكن نستخدم computers ممكن لابتوب اي حاجة بتدخل على الانترنت ممكن نستخدمها ممكن سمارت فونز ممكن تابلت how can customers pay online ازاي الكاستمرز يدفعوا اونلاين يعني ايه الطريقه اللي ممكن الزباين يستخدموها للدفع اونلاين هو هنا فوق قال لي في طريقه اهو ممكن such as a credit card debit card or service such as paypal دي الطرق اللي ممكن ندفع بيها يبقى دي اجابه السؤال اللي هو رقم كام اجابه السؤال الاخير اللي هي ايه طرق الدفع لما اجي اعمل شوبينج اونلاين بعد كده عندي سؤال اختيارات بيقول لي ايه is pieces of wood قطع خشب that are put together توضع معا so they can float on water تطفع المية car kite canoe الزورق raft طبعا piece of wood اللي هو الرافت القارب بعد كده عندي هنا بيقول لي has the same meaning of the word worried نفس معنى كلمة worried قالك important مهم interesting شيء quite هادي طبعا anxious اللي هي قلق is the opposite of modern modern يعني حديث يبقى عايز قديم traditional قديم new جديد fashionable على الموضة unusual غير عادي يبقى traditional to get the adjective from the word noise we use the suffix a الصفة من noise noise يعني ايه ضوضاء مزعج بقى apple i y y -E طبعا noisy noisy اللي هو ضوضائي او ايه او شيء مزعج بعد كده عندي هنا بيقول لي the prefix gives the antonym of credible عكس credible n-i-l-i-r طبعا incredible يعني لا يصدق a competition is a festival to find the best team عشان لها أفضل فريق or play in a sport a competition here means competition لها المنافسة أو المسابقة show show, art, concert, friendship, championship طبعا لها championship اللي هي, اللي هي البطولة championship البطولة أو competition is a festival دي حفل موسيقي آه ودي طبعا صداقة ودي عرض بعد كده بيقول لي ندى visit the pyramid yet طب يت من الكلمات الدالة على المضارع التام ندى مفرد تاخد هاف ولا هاز هاز وهضطر فيها لأن يت بتيجي في آخر النفي والتصريف الثالث من visit visited as I watch TV the light went out as while بيجي بعدها ماضي مستمر الآية تاخد was watching بينما أنا أشاهد five million new jobs is an amazed achievement ده طبعا amazing وصف شيء غير عاقل how long have علا and أحمد is married have وهاز والتصريف الثالث من is اللي هو طبعا been married the first metro train مواعيد القطارات كلها بنستخدم لها مضارع بسيط يبقى نستخدم كلمة مين كلمة leaves بعد كده هنا بيقول لي عايزين بيوجرافي اباوت ا بيرسون يو ادماير سيره ذاتيه عن شخص احنا معجبين بيه يلا نشوف الموضوع مع بعض هنشوف طبعا احنا هنا عندنا بيوجرافي اوت عن رول موديل حد قدوه او حد احنا معجبين بيه سمر عبد الفتاح او استرونوت رايد فضاء سمر عبد الفتاح has always been interested in space بتحب الفضاء as a young child وهي طفله she wanted to be an astronaut كانت عايزة فضاء after she finished school بعد ما خلصت she went to Cairo University راحت جامعة القاهرة to study space engineering while summer was at university وهي في الجامعة space technology company شركة had a competition students had to design a hyperloop نظام فائق السرعة a new very fast form of transport that travels above the ground Summer decided to enter the competition تدخل المنافسة and asked other engineering students from the university to join her team Summer traveled to the USA to receive the award تاخد الجائزة 3 years later بعد 3 سنين Summer started her own company عملت شركة نفسها now she is a space engineer مهندسة فضاء and a business person وسيدة أعمال she also gives speeches بطلق خطة to other young engineers على المهندسين الآخرين to help them achieve their goals علشان يحققوا their goals اللي هي إيه أهدافهم وبكده نكون وصلنا لنهاية محافظتنا انتظرونا ان شاء الله غدا في محافظة جديدة لو عنده اي مشكلة اكتبلي في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته